رمضان موسما للطاعات وشهرا للمنح والهبات، وأفاض على الصائمين فيه من الرضوان والنفحات. الحمد لله أمد في آجالنا حتى أدركنا رمضان، ليكون لنا موسما للزرع والحصاد، لتغفر لنا الذنوب والزلات، وتكفر عنا السيئات، وترفع الدرجات، وتوهب لنا سلامة القلوب والصدور. والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وقام، النبي المصطفى والرسول المجتبى، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي القاصرة بتقوى الله، فإنها عروة ليس لها انفصام. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها عروة ليس لها انفصام، وجزوة تضيء القلوب والأفهام، وهي خير زاد يبلغ إلى دار السلام. من تحلى بها بلغ أشرف المراتب، وتحقق له أعلى المطالب، وحصل على مأمون العواقب، وعفي من شرور النوائب. عباد الله، لقد دار الدهر دورته، ومضت الأيام تلك الأيام، وإذا بشهر رمضان تغيض أنواره وتسدل أستاره، ويأفل نجمه بعد ليله بعد أن لمع، ويخيم السكون على الكون بعدما كان الوجود، كل الوجود يستعد ويتأهب لصوم هذا الشهر الكريم. فلا أدري، أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، للصبر يتبعه هل من سبيل إلى لقياك يتفق، ما أنصفتك دموعي وهي دامية، ولا وفى لك قلبي وهو يحترق. وداعا يا رمضان، يا شهر الصبر والغفران، وداعا يا شهر القرآن، وداعا يا شهر الصيام والقيام، وداعا يا شهر الرحمات والبركات، وداعا يا شهر الجود والإحسان والخيرات، ويا شهر التوبة والغفران والعتق من النيران، وداعا يا شهر الاعتكاف والخلوات، ويا شهر الانتصارات والغزوات الفاصلات، وداعا أيها الزائر العزيز، وداعا أيها الضيف الكريم. عباد الله، أوشكت أيام هذا الشهر بالانقطاع وأذنت بالرحيل، لكن المستغرب أن يكون منا من يودعها ويودع معها الأعمال الصالحة. كان هذا مجرد الانقطاع عن الأكل، ويجب أن لا يغفل عنها بعد انقضاء شهر الصيام، بل تبقى شعارا لأعمال الفرد والأمم. أخي في الله، إن كنا نودع رمضان فإن المؤمن لن يودع الطاعة والعبادة، بل سيوثق العهد مع ربه ويقوي الصلة مع خالقه، ليبقى نبع الخير متدفقا. أما أولئك الذين ينقضون عهد الله ويهجرون مساجده تزامنا مع مدافع العيد، فبئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، وبئس الصنيع صنيع من ارتدوا على أدبارهم ونكسوا على عقابهم. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إنه لا قيمة لطاعة تؤدى دون أن يكون لها أثر من تقوى أو خشية، فأين أثر رمضان بعد انقضائه إذا هجر القرآن وانتكت الحرمات؟ أين أثر الطاعة إذا أكل الربا وأخذ أموال الناس بالباطل؟ أين أثر الصيام إذا عورض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العادات والتقاليد وحكمت القوانين الوضعية؟ هل تخرجنا من مدرسة رمضان بشهادة التقوى؟ فلنجعل عباد الله الكرام من نسمات رمضان المشرقة مفتاح خير سائر العام ومنهاج حياة في كل الأحوال، ولنحرص على بر الوالدين وصلة الجيران وزيارة الإخوان ونصرة المظلومين والتلذذ بالمس على رأس اليتيم وإصلاح ذات البين وإطعام المحرومين وجبر نفوس المنكسرين والمساهمة في زرع السعادة
على شفاه المصابين والمبتلين وصلة الرحم وحفظ عرض إخواننا، ولنكن نبعا متدفقا بالخير كما كنا في رمضان. بارك الله لي ولكم في القرآن، بارك الله لي ولكم في رمضان، ونفعني وإياكم بما في القرآن من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا كوباين الله muna gode ma Allah da ya raya mu a tsawon wannan wata. Yau muna 28 ga watan Ramadan shekara ta 1443. Wuni na 28 kenan, ga sunan ranaku sun wuce kamar walƙiya. Allah ta'ala cikin ni'imarsa ya raya mu daga 1 ga wata zuwa yau 28 ga wata. A cikin wannan ranaku mun yi azumi, mun yi sallah, mun saurari tafsiri, mun yi sadaka, mun sada zumunci, mun tsaida darare, mun nemi lailatul qadari. A ranaku hudu, darare hudu muna neman lailatul qadari. Darin da muke fuskanta ne shine ya rage mana. Muna roƙon Allah ya ƙara mana lafiya, ya yassare mana ibada a sauran lokutan da suka rage. Ya ku bayin Allah, abin damuwa ne ƙwarai da gaske mu rabu da Ramadan, amma abin murna ne mu tarbi watan Idi. So ban sani ba, za mu yi ma juna murna ne Idi ya gabato, ko za mu yi ma juna ta'aziyya ne Ramadan ya bada baya? Wannan abin farin ciki ne, wannan kuma abin damuwa ne. Me yasa muke farin ciki da Idi? Saboda rana ce da ake samun gafara, rana ce da Allah yake rabon alkhairi, rana ce da ake sa ran duk wanda ya azumi wannan wata kuma ya yi tsawarsa a wannan ranar zai fito fes kamar yadda uwarsa ta haife shi, babu zunubi ko ɗaya tare da shi. Me yasa muke damuwa? Saboda wata ne da Allah ya bamu dama, wata ne da Allah ya sauƙaƙe mana ibada a cikinsa. Abinda baka iyawa kafin watan azumi, a watan azumi kana iya shi. Yadda muke yini da yunwa yanzu, idan Ramadan ya wuce sutta Shawwal ma sai ka yi ƙoƙari, sai ka yi ta katakka, sai ka yi ta jayayya da zuciyarka kafin ka iya yi. Amma a wannan wata Allah ya sauƙaƙe maka. Yadda mutum yake fitar da kuɗi ya ciyar da mutane abinci, ya sa a yi kunu a unguwa, ya dafa shinkafa ya bayar, ya ɗauki kuɗaɗe ya bayar, ya sai ma mutane tufafin sallah, ya yi rabon abinci, sai kaga idan Ramadan ya wuce abin yana da wahala gare mu. To shi yasa ba mu son watan ya wuce, amma kuma ba abin da ya zo don ya tabbata. Rayuwar tamu kanta ba ta zo don ta tabbata ba, ta zo ne don ta wuce. Saboda haka muna ban kwana da watan gafara, watan haƙuri, watan alƙur'ani, muna ban kwana da watan azumi, watan tsayuwar dare, watan albarkoki, watan itikafi, watan keɓanta da Allah, watan da a tarihinsa musulmi sukan samu gagarumar nasara a cikinsa. Babu shakka mun yi rayuwa mai daɗi a cikin Ramadan. Allah ya jarabce mu da tsananin zafi da wahalhalu, musamman a tsakiyar a farko zuwa tsakiyar azumi. Amma kuma Allah ta'ala ya ga ƙoƙarinmu, kuma Allah ya ga haƙurinmu. Lokacin mu bai tozarta a banza ba, a lokacin da masu wasa suna can sun shagalta da wasa, masu ibada suna nan sun duƙufa ga ibada. Abinda muke roƙo, ya Allah ka sa ibadar da muka yi bata tafi a banza ba. Ya Allah ka sa mun samu gafararka kafin rufewar wannan wata mai albarka. Ya ku ƴan uwa musulmi, idan mun yi ban kwana da watan azumi, idan mun yi ban kwana da watan sallah, idan mun yi ban kwana da watan tarawihi, idan mun yi ban kwana da watan tafsiri, bai kamata mu yi ban kwana da ibadun da muka yi a ciki ba. A'a, ya kamata mu ɗauki darasi a cikinsa. Makaranta ce muka yi, kos ne na wata ɗaya. Wannan wata ɗaya ana so ya koyar da mu abinda za mu yi a watanni 11 masu zuwa. A al-Adabul Mufrad na Imam al-Bukhari
جابر بن عبد الله يروي حديثي النبي صلى الله عليه وسلم يا حوكم منبري يا دغا متاكي نا فرقو سيتي امين يا كوما دغاوا النبي يتي امين يا كوما دغا نا اوكو يتي امين bayan gama sallah suka ce ya manzon Allah dazu kana hawan minbari kana amin amin mu ji wanda ya addu'a ba yace ai lokacin da na taka karon farko sai jibrilu yace duk mutumin da ya riski ramadan har ya kare bai samu gafara ba wannan Allah ya shakiyantar da shi wannan dibabbin albarka ne Allah ya dibe masa albarka sai nace amin yace da na taka na biyu sai ce duk mutumin da ya riski iyayensa duka biyu ko ya riski guda amma bai musu himmar da ta kai shi aljanna ba Allah ya nisanta shi sai nace amin ana uku ina dagawa sai ce duk mutumin da aka kira manzon Allah a gaban shi bai ce sallallahu alaihi wasallam ba shi ma Allah ya nisantar da shi sai nace amin saboda haka babbar dama ce duk wanda yake ta wannan makaranta ana fatar ya riga ya wanka a cikin ta ya ku yan uwa musulmi ibada ba ta da amfani idan ba a samu tasirin ta ba wannan ibada ta azumi da muke babban makasudin ta shine ba mu takawa shine ba mu tsoron Allah shine gyara mana tarbiya abinda kake iya bari na zanubi ga azumi kana ta ai bari sai azumi ya wuce ko azumi ya wuce ka ci gaba da warin wannan zanubi yi kokari bayan azumi ka dage akan sa ina amfanin azumin da muka yi idan ramadan ya wuce muka kasalance mu da muke kwana masallaci muna kuka muna addu'a muka dawo idan muka dawo sallah dan bi shi ya bukatar ban ruwa don haka idan ramadan ya wuce to muna bukatar mu ci gaba da ban ruwan nan dan bi shi ta alkhairi don mu samu ci gaba kuma mu dage ga musal lokacin da mutuwa za ta riske mu ba saboda haka ya ku yan uwa mu ƙara shan damara da himma wajen bauta ma Allah a cikin azumi da ƙarshen azumi da kuma bayan watan azumi a ƙarshen azumi an sunnanta mana kabbarori ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون دو هكا انا سو ايوي تكبروري اغروروا ايوي تكبروري اكاسواني ايوي تكبروري اكان هانيوي اذا ايدي يغباتو تو ببر ابادة ايتاكي كبرا سنن شريعة مسلنتي تازو دون ابو ميكيو شيني سنن تزكاة الفطري شريعة باتا سورة سلا اتي اقولون دي ذي نيمي ابنتي to duk wanda yake tanadin abinci don ran sallah yayi hutu yayi murna an yadda yayi wanda baya iya tanadi an ci al'umma ta tanadan masa saboda ka shari'a ta sanya babba da yaro mace da namiji sayyidina Usman haddan da ke cikin ciki ya ci a fitar masa zakatul fitri saboda mi saboda ana son adadin mudu na abinci kwano babban sa'i daidai adadin yawan musulmin duniya ya taru shine gudunmuwan masu hali zuwa ga wanda ba su da hali a ranar sallah مازالت اغنوه عن السؤال هذا اليوم احد برا رنن تحير اسد تحير ولا تدسو ده ابين ده سوتي اول نارانا لاك منزو الله يشرع انت ابادا ابينتي ساي غدا مودو هدو غرام بيو ده ايغو هدو ينا وجبا دارين ايدي معنا ده انتي انغا وتا جيبي لهدي عفوا غوبي غوبي لا غوبي الصبر كو ده انتي انغا وتا غوبي الصبر تا وجبا idan ba gani ba jibi lahadi da rana ta fadi ya wajaba idan idi ta kama aka riga aka sallaci idi duk wanda ya ta ya dai wata sadaka ko ya kyauta amma ba zakatul fitri ba amma reverse kwana biyu babu laifi ma'ana daga yau ana iya fara fitarwa daga cikin da ta rana iya fitarwa domin su tada abinci ya zaina hannunsu idan ka bada abinci ana so ka bada abin gyara in akwai hali to da in ka hada kwano guda na shinkafa da naira 100 na magi kila da naira 100 na itace wata kila da naira 100 na tumatur da kayan miya kuma babu laifi idan ka fiku wadanne idan maza ne a sa farare in akwai su a wanke su a goge a masu staci su fito a shake su da kamshin turare idan akwai hali babu laifi a yi sababbi akwai hadisi mai nuni ga haka amma ba wajibi bane ba kowa ke samun sabon tufa ba amma kowa na iya wanki mai kyau wanda yake da shi amma a wannan zamani da Allah ya mana ni'ima to yana da ke duk wanda yake da halin sabo to ya dauki ɗaya daga cikin wanda aka gare shi wanda wankewa zai ya ba wani wanda shi baya da sabon kuma baya da wanda in ya wanke zai bada shawa wannan yana cikin muwasati wanda shari'ar musulunci take neman mu yawaita akan sa
idan muka fito ranar idi al-imam az-zuhri yake cewa muna fitowa wannan fili Allah zai leko ya kalli bayan sai ce ya ibadi li yasumtum wa li kuntum irji'u maghfuran lakum ni kuka wa azumi ni kuka wa sallah yau kun fito kun kammala hukuma gidajenku na gafarta muku ya Allah ka sa muna cikin wanda wannan kira da ubangiji zai shafe su ya Allah ka goge dukkan zanubanmu ya Allah ka biya dukkan bukatunmu ya Allah duk alkhairan da kake saukar mu bayan ka a duniya ka saukar da su a Sokoto ka saukar da su a Najeriya ka saukar da su a kasashen musulmi ya Allah duk fitina da tashin hankali ka